مساكم الله بالخير. ان شاء الله اليوم سديمنا راح يكون سديم رأس الحصان او سديم رأس الفرس. سديم رأس الحصان هذا من اجمل السدم اللي يعني يتم تصويره في شهر ديسمبر وشهر واحد يعني شهر يناير وحتى في نوفمبر، فهذه تقريبا الاشهر اللي نصور فيه هذا السديم الجميل. طبعا هذا السديم يقع في كوكبة الجبار ويقع بالتحديد تحت نجم النطاق، ونجم النطاق هذا من نجم عملاق أزرق تقريبا من النجوم اللامعة في السماء. يعني النجوم اللامعة في السماء يعني قليلة، بس يعني أقواها أقوى نجم في السماء هو نجم الشعرة المذكور في القرآن، وبعدها يعني يجي نجم سهيل اليمن، وبعدها تجي النجوم هذه اللي هي نجم النطاق والرجل. فإن شاء الله اليوم احنا بنصور السديم، هذا السديم، وانا راح استعمل في تصوير هذا السديم فلتر جديد توني شاريه، وهو فلتر دول باند، فلتر ماركة اوبتيلون دول باند 3 نانومتر. طبعا الموضوع النانومتر هذا مهم جدا، وراح اعطيكم انا فكره عن الفلاتر اللي 7 نانومتر والفلاتر 3 نانومتر. طبعا الفلاتر النارو باند تنقسم الى يعني مجموعات. في فلاتر تكون 7 نانومتر، يعني معظم الفلاتر تكون 7 نانومتر مثل هذا. هذا فلتر بدأ بشركة بدار، خلنا اعمل لكم زوم عليه. هذا 2 انش، هذا فلتر اتش الفا، تلاحظون مكتوب 7 nm او 7 نانومتر. هذا 7 نانومتر. معظم الفلاتر اللي تستعمل في التصوير تكون 7 نانومتر، لاحظينها، وتكون يعني الفلاتر تكون باللون الذهبي. طبعا اللون الذهبي افضل شيء للتصوير الفلكي لما يكون الفلتر ذهبي. انا اشتريت طبعا فلتر ثاني اللي هو هذا الاوبتيلونج، او هذا فلتر الاوبتيلونج. هذا فلتر دول باند، يعني هذا اتش الفا او 3، فلتر اتش الفا او 3 مع بعض. هذا 3 نانومتر، 3 نانومتر اتش الفا و3 نانومتر اوكسجين 3. طبعا كل ما يقل النانومتر، هذا هو الفلتر، طبعا كل ما يقل النانومتر يزيد سعر الفلتر. يعني هذا الفلتر ممكن تحصله مثلا 120 دولار، لكن هذا تحصله ب 300 دولار او 400 دولار، وممكن يوصل في بعض الماركات ممكن يوصل الفلتر الواحد 750 دولار. في بعض الماركات الغالية يوصل 750 دولار الواحد فقط، يعني فلتر الاتش الفا 750، الاكسجين 3 750 دولار، وفلتر السولفر 750 دولار. هني كتب 3 نانومتر بدال 7.
طبعا كل ما يقل النانومتر يغلى الفلتر، وكل ما يزيد النانومتر يقل سعر الفلتر. فإن شاء الله اليوم احنا راح نستعمل هذا مع كاميرا ملونة. طبعا العدة اللي راح استعملها ان شاء الله اليوم، راح استعمل تلسكوب ويليام 132 ملي، وطبعا الفوكسر راح يكون المون لايت، وراح نستعمل بيجاسوس الفوكسر، قصدي الروتيتر، وبيجاسوس ايضا يعني عندي استعمل انا اللي هو الكهرباء، وراح استعمل كاميرا ملونة 286 او 268 اللي هي الكيو اتش واي. فاحنا نستعمل مع الفلتر، نستعمل الفلتر سلايدر، حتى طبعا الفلاتر نارو، فلاتر الدول باند اللي هي اتش الفا او 3 تستعمل فقط مع الكاميرات الملونه. يعني فلتر واحد يعطيك ملون يعني. اما الفلاتر الاتش الفا او 3 او الاس 2 تستعمل مع الكاميرات اللي هي المونو الابيض والاسود مع الفلتر ويل مثل ما هو موجود في هذه الكاميرا. وراح استعمل طبعا الماونت الكبير اللي هو الاي كيو 8. الان هذه صوره سديم راس الحصان، يعني هاي تقريبا الصوره رقم 6. انا استعملت صورت يعني 10 دقائق اللي هو 600 ثانية، وطبعا عدد الاصبار 15 ودرجة الحرارة ماينس 10. فهذه الصورة يعني من صورة رقم 6، يعني هذه الصورة السادسة. شوفوا الان هذا السديم واضح، هذا راس الحصان، هاي الشعلة، وهذا السديم الأحمر اللي خلف رأس الحصان. طبعا إذا جمعنا طبعا 15 صورة مع الدارك والبايز والفلات، فإن شاء الله راح نحصل على صورة جميلة مع الفلتر الجديد اللي استعملته اللي هو 3 نانومتر. وأنا قلت كل ما قل النانومتر الفلتر يكون اغلى بكثير يعني. فلاتر النانومتر لما تنزل النانومتر الى 3 الفلاتر تصير سعرها غالي جدا يعني. فهذا السبب الناس تستعمل اكثر شيء يعني 7 نانومتر، لكن هو 3 افضل ان يقلل الضوضاء، يعني يقلل التلوث الضوئي الشديد، يقللها اكثر من 7. الآن بعد ما انتهينا برنامج الأسترو بيكسل بروسيسور حتى نبدي معالجة الصور دمجها، نكتب اسم السديم الأول سي مرحلة صفر، اختار الدبير وال يسمونه يعني نوع الالوان اللي بالكاميرا، ونختار هنا اول شيء. وطبعا الصح الثاني هذا او هذا حق الكاميرات اللي مثل كانون نيكون سوني الى اخره، اذا عندك كاميرات من هالنوع كاميرات الاس ال ار راح تعلم على الثاني هذا. نبدأ نضيف الأصبر الآن. أنا صورت 15 صورة، كل صورة 10 دقائق مدتها. طبعا احنا الفلتر اللي نستعمله مو موجود، يعني مو لومينس ولا ار ولا جي ولا هيدروجين ولا هو هيدروجين مع اكسجين، بس انت ما تقدر تختار هيدروجين واكسجين مع بعض. فدام الكاميرا ملونه فتختار الار جي بي او تختار اي فلتر من فلاتر التلوث الموجوده هذه، بس احنا راح نختار الار جي بي. ونبي الان نضع الفلات، طبعا
طبعا الفلات لازم تاخذ فلات كل مرة تصور، لازم تاخذ فلات مختلف، ما يصير تاخذ فلات حق صور سابقة، لا، كل تصوير جديد لازم تاخذ فلات، هذا ضروري، لأن إذا أخذت حق صورة قديمة ما راح تركب على الصور الجديدة، لأن ممكن تحركت الكاميرا، غيرت الفوكس، بالروتيتر ممكن تلفيت الكاميرا يمين أو يسار، فهذا غيرت، فلازم أنت تاخذ فلات جديد. الآن الدارك، ويفضل يعني حتى الدارك إنك أنت يعني كل فترة، يعني كل شهر أو شيء يتغير تاخذ دارك جديد، كذلك البايز، يعني يفضل إنك أنت تاخذ جديد كل فترة. الآن نبدي ناخذ دايركت، وين راح نخزن الصور؟ طبعا انا راح احطها في ماستر ماينس 10، لان انا ماخذ الصور على ماينس 10 درجة الحرارة. ونبدي في الآن في عمل الماستر، وإن شاء الله أول ما تنتهي هذه العملية أرجع لكم. الآن هذه العملية انتهينا منها، أنا نشوف بعض الصور، هذه صورة هذه صورة السديم، لاحظونا الآن، خلينا نضيف الدارك والبايز والفلات، نشوف شلون راح يكون شكله. يكون أغمق شوي يعني. خلونا نشوف الماستر. هذا الباد بيكسل ماب، وهذا الماستر فلات، طبعا الفلات هو من يعني اهم شيء تقريبا الفلات، لان الفلات يشيل الزوايا اللي لونها اسود، واذا في اي بقع اي حبات تراب غبار على العدسة يزيلها الفلات. الآن نجي للمرحلة الأخيرة، وخلونا نعمل فايل جديد سمي IC 4 3 4، نقول ماينس 10، نختار هذا الفولدر حتى نحط الصور فيه، أو الصور النهائية أو الصورة النهائية. طبعا هذا كاميرا ملونة تعطيك صورة واحدة، لأن فلتر واحد عندك، فتحصل على صورة واحدة، بعدين أنت تعدل على هذه الصورة. أما لو كانت كاميرا أبيض وأسود مونو ومع فلتر ويل، فكل فلتر يعطيك عليه صورة، بعدين أنت تدمج هذه الصور مع بعض، هذا الفرق بينهم يعني. الآن بعد ما انتهينا هذه الصورة، انتهينا من تجميع الصور، هذه الصورة النهائية سديم. الآن كروب جزء بسيط يعني من الصورة، أطراف بس، صورة جميلة جدا، صافية وواضحة.
لا نبدي نعمل له ريموف لايت للتلوث هذا الأخضر. الآن هذه الصورة السديم، إن شاء الله سديم واضح جدا. نروح على الفوتوشوب بس يعني نوضح الصورة أكثر. نعالج الصورة قبل الفوتوشوب. هذا كل شيء، شكرا لكم، السلام عليكم.